الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. انخفضت أسعار صرف الدينار العراقي مقابل صرف الدولار الأمريكي في تعاملات يوم الأربعاء في بورصتي بغداد وأربيل، وبلغ سعر الدولار أمام الدينار في بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين 148 ألف دينار لكل 100 دولار أمريكي. أما بورصة أربيل فقد شهدت أسعار الدولار ارتفاعا أيضا، حيث بلغ سعر البيع 148,100 دينار لكل 100 دولار أمريكي، وبلغ سعر الشراء 148,000 دينار لكل 100 دولار أمريكي. قالت وزارة الزراعة في العراق إن نسبة تراجع إنتاج القمح في محافظة الأنبار بلغت 35% عن السنة السابقة، وأكد الخبراء بأن قطاع الزراعة في المحافظة يمر بأسوأ حالاته جراء ضعف الدعم الحكومي للمزارعين والإجراءات المتخذة من قبل وزارتي الموارد المائية والزراعة المخيبة للآمال وغير المنصفة، والتي أدت إلى تسجيل أدنى إنتاج للمحاصيل الزراعية في المحافظة. وبحسب مديرية الزراعة في المحافظة فإن كميات الإنتاج هذه السنة بلغت 125 ألف طن، وهي أقل بكثير من احتياج المحافظة لها والذي يبلغ 200 ألف طن، لافتة إلى أن السنة السابقة كانت أكثر إنتاجاً. أعرب القائم بأعمال السفارة التركية في القاهرة صلاح مطلوشن عن توقعاته بزيادة حجم التبادل التجاري بين تركيا ومصر خلال الفترة المقبلة. وأكد مطلوشن أن مصر تعتبر بلدا مهما للغاية للمصدرين والمستثمرين الأتراك، وذلك لمكانته الاستراتيجية، مضيفا أن استمرار علاقات بلاده الاقتصادية والتجارية دون تباطؤ خلال السنوات الماضية يحمل أهمية كبيرة. جاء ذلك في كلمة افتتاحية ألقاها مع انطلاق اجتماع انضمته وزارة التجارة التركية ومجلس المصدرين الأتراك في العاصمة المصرية القاهرة بين رجال أعمال أتراك ومصريين. سجل الاقتصاد البريطاني عام 2020 أكبر انكماش له منذ ثلاثة قرون بحسب بيانات رسمية محدثة. قالت إن الانكماش الحالي حدث عندما عانت البلاد وطأة جائحة كورونا. ولفتت البيانات إلى أن الانكماش الذي حدث منذ 300 عام يعتبر الأكبر مقارنة مع أي اقتصاد آخر بين الاقتصادات المتقدمة. من جانبه قال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الناتج المحلي الإجمالي هبط بنسبة 11% في عام 2020، وكان هبوطاً أكبر من أي تقديرات سابقة للمكتب، ويعد تراجع الاقتصاد البريطاني الأكبر بين مجموعة السبع للدول الصناعية الكبرى. تقلص الإنتاج الفرنسي لأول مرة منذ عام ونصف، ما يعكس حالة التضخم القياسي التي تضرب الاقتصاد الفرنسي. وانخفض نشاط القطاع الخاص الفرنسي في شهر آب إلى ما دون العتبة التي تفصل بين الانكماش والنمو. وانخفض عدد الطلبيات في قطاعي الخدمات والتصنيع خصوصا في ظل تأثر الشركات بالأزمة الأوكرانية وخصوصا في قطاع الطاقة. يأتي ذلك في ظل تراجع الطلب الذي أدى إلى قيام الشركات والمستهلكين بتقليص الإنفاق التقديري وارتفاع تكاليف الطاقة، ما ينذر بمرحلة صعبة حتى نهاية العام. تراجعت أسعار النفط في بداية تعاملات يوم الأربعاء بعد صعودها نحو 4% في اليوم السابق، ويرجع محللون سبب انخفاض أسعار النفط إلى انحسار المخاوف من خفض وشيك للإنتاج من جانب منظمة أوبك بلس. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت لتصل إلى 99 دولاراً و74 سنتاً للبرميل. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لتسجل 93 دولاراً و42 سنتاً للبرميل. وقالت مصادر في أوبك إن تخفيضات الإنتاج المحتملة في أوبك بلاس قد لا تكون وشيكة، ومن المرجح أن تتزامن مع عودة إيران إلى أسواق النفط. أما الآن فننتقل لمعرفة أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
الختام الموجز، إلى اللقاء.